بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عبد الخالق حمد الهندي، خريجة بكالوريوس، أم لثلاث أطفال. قبل بدايتي بالمشروع كنت مدرسة في دورة تحفيظ القرآن وكذلك في المدرسة الأهلية. فكرة المشروع كوفي نسائي تمام ثقافي، لأني أطمح للثقافة يعني التنويع والتجديد. تعرفت على برنامج ريادة لدعم الرواد عن طريق أحد أفراد الأسرة، أحد أخواني، فأول ما طرحوا لي الفكرة جت يعني فرصة فقدمت على ريادة، فالحمد لله تم قبولي ولله الحمد مباشرة، فدخلت الدورة وبديت في خطوات المشروع. طبعاً الكوفي كان رائد في بريدة، يعني قبل ما يفتح أي مشروع، لكن تعثر وتأخر افتتاحه فصار فيه منافسين. بعد الثلاث شهور من الافتتاح رشحت لجنة سيدات الأعمال فأصبحت عضوة وناشطة في الاستشارات التجارية لرواد الأعمال. نطمح لمشاريع ضخمة، فكر راقي، يعني شيء مميز، لكن السيولة التي تتوفر مثل ثلاثة مع حجم طموحنا، فبإذن الله خطوة خطوة راح نصل. أيضا الدعاية والإعلام يعني كان شوي من الصعوبات لأنه ما كان فيه إعلان قوي للكوفي. عدم تقبل المجتمع للفكرة لأنها جديدة على المنطقة، لكن الأهل والأخوان والأصدقاء كانوا هم الداعمين للاستمرار. طبعا الكلام عن هنا جدا 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 صعب، يعني هنا من النماذج اللي الواحد يستحضرها في كل خطوة يقدم عليها ويكون محتاج فيها تحدي وطموح. طبعا أبرز صفات هنا ما شاء الله الصبر، العزيمة، الإصرار، الطموح، المثابرة. إنسانة إذا حطت قدامها هدف توصل له، ما عنده أنصاف حلول، أوصل يعني أوصل. الطموح لا يصنع في صلاة التدريب، إنما بالإنجاز والتحدي. طبعاً بدأت من الصفر من غير أي سند، من غير أي مادة، بدأت وانطلقت وثقتي بأني سأصل إلى طموحي بهذا الإصرار، ولن أقف بإذن الله مهما يعني تجي عقبات، يجي مثبطون، ولكن اللي عنده هدف وطموح راح يصل بإذن الله. لكن الفشل من يلتفت إلى الخلف. الناجحون والفاشلون لا يختلفون كثيراً عن في قدراتهم، إنما يختلفون كثيراً في رغبتهم في تحقيق الهدف وانتهاز الفرص. كل ما زادت الضغوطات كل ما زاد روح الإصرار والكفاح للوصول.